فيما يخص موضوع الكتابات المغربية باللغة الإسبانية أو الأدب المغربي المكتوب باللغة الإسبانية، هناك أسباب موضوعية لهذا الفعل وأسباب ذاتية. فأما الأسباب الموضوعية فقد تطرق لها بعض النقاد، كثير من النقاد في كتب تسمى بالموضوع وفي أنطولوجيات، تقديمات لأنطولوجيات. ما يهمني اليوم في هذا التسجيل هو السبب الذي جعل ويجعل بعض المغاربة يكتبون باللغة الإسبانية وليس بلغتهم الأم أو بالفرنسية كلغة ثانية. يجب أن أتفق على أن فعل الكتابة هو فعل عاطفي، فنحن عندما نقرأ اللغة الإسبانية ونتعلمها ونكتبها فهذا في الواقع شيء عاطفي يدل على إعجابنا بهذه اللغة وبهذه الثقافة. فكما يقول المثل الفارسي، أحب قبل أن تتعلم، ويمكننا أن نزيد عن ذلك بالقول أنه يجب أن نحب قبل أن نكتب. فليس كل من يكتب باللغة الإسبانية أو بلغة أخرى وهو كاتب بطريقة أوتوماتيكية، فهناك النقد الأدبي الذي يتولى مهمة الفرز بين ما هو يستحق القراءة من دونه. في نظري المتواضع، أظن على أن الشيء الذي يجعلنا نكتب بالإسبانية، فكان ذلك شعرا أم نثرا أم مقالة، هو مشكل أو مسألة هوية. فنحن تعلمنا الإسبانية، البعض منا سافر إلى إسبانيا لإكمال دراسته باللغة الإسبانية وتشبه بالثقافة وباللغة وتعايش مع الإسبان، فتكونت عنده عاطفة وحب لهذه اللغة. فلا يمكن أن نباشر القراءة، فبالأحرى الكتابة، إذا لم يكن هذا الفعل الإرادي العاطفي. فالمغرب معروف بكونه بلد ذو هويات كثيرة، والإنسان في مسار حياته له مسؤولية أن يكون هويته. فنحن نأتي إلى العالم ونرث هوية من الهويات، وإن أردنا لن نستطيع أن ننزع عنها هويتنا الأصلية، ولكن مسؤوليتنا هو أن نغنيها بالحوار مع ثقافات أخرى، بتعلمنا لغات أخرى، مما يجعلنا أكثر تفتحا على العالم. فالكتابة بلغة أخرى هو نوع من التفتح، هو نوع من قبول الآخر والتفاعل معه دائما ضمن ديالكتيكية معينة، لأن الأشياء ليست سهلة كما نتصور. فالإنسان طول حياته يكون شخصيته، يكون هوياته، ولا يجب التشبث، أو لا يجب أن نكتفي بهوية واحدة صلبة جامدة، بل يجب أن نتفاعل مع الآخر. مجموعة من الكتاب الزملاء الذين يكتبوا الشعر، يكتبوا القصة، المقالة، كما سبق أن قلت، تكونوا بإسبانيا، وحتى الذين لم يسافروا إلى إسبانيا كانت لهم دائما علاقة وطيدة باللغة والثقافة والمجتمع الإسباني. فربما حينما نكتب بالإسبانية نجد نوع من الحرية،
التي لا تعطيها لنا فقط اللغة العربية أو الفرنسية، لأن جلنا يتكلم الفرنسية أو يقرأها على الأقل. فإضافة لغة أخرى وبمثابة إضافة بعد آخر، صورة أخرى، صورة إلى العالم، مجتمع، لغة. فأظن أنه لا يجب الاكتفاء بما نريد، بل يجب الدفع إلى الأمام بمعارفنا، بالتعرف على هويات، بالتعرف على صور للعالم أخرى. وفي آخر المطاف يبقى أن هذا الفعل الشعوري العاطفي الإرادي هو مسألة حب، فلا يمكن أن نتعامل مع أيا كان أو مع أي شيء بدون حب. وهذا هو الجوهر في مسألة الكتابة باللغة الإسبانية. الظروف أو المعطيات التاريخية معروفة، لماذا مجتمعنا تعود على القراءة بالإسبانية؟ بحكم تاريخ مشترك، بحكم زمن الحماية، بحكم المجلات الأدبية التي كانت في شمال المغرب. كل هذا مفسر في أنطولوجيات وفي كتب نقدية. ما يهم هو أن نقرأ لبعضنا، وأن الكتاب الذين القلائل الذين نكتب بالإسبانية يجب أن نتعرف على بعضنا أكثر. فالمهتمون الإسبان أو الأجانب على العموم يعرفون هذا الأدب أكثر منا نحن المغاربة، ويجب البدء بنا نحن المعنيون بالأمر في أول المطاف. يجب أن نشجع بعضنا، يجب أن نقرأ لبعضنا وأن نعرف ببعضنا. فهذا شيء مهم. وفي آخر المطاف هي ليست لغتنا، قد نرتكب مجموعة من الأخطاء، ولكن يجب العمل على إقامة هذا الأدب وتشجيعه. طبيعة الحال من طرف السلطات المهتمة، السلطات الثقافية، ولكن الأمر يجب أن يبدأ بنا نحن.